بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، نعم، القسم بعد هذا نأخذ الخشية. أنت تدري بحنو بدك قلت دونا الخشية على عبسي يدنا. الخشية هي خوف لكن خوف بعلم. خشيه وخوف لكن وعبسي أجلع. الخوف يكون من كل أحد والخشية تكون من العلماء. خوف وقف كستو كيما كراء لكن خشيه وحكتي ما دا علماء. إذا الخشية هي الخوف. هذا خشيه أما عبسي وإذا خوف هي المبني على العلم بعظمة من يخشاه. تاسو كل بسن وقال كأه عبسي الله قبقى يو أما وينين لوينين يو الليه يعني أبنا أبو سبحانه وتعالى وكمال سلطانه يعني يعلم أن الله أنه لا يمكن أن يخرج من ملك الله وحو أقي هاي إنا نكبه كريم بقطوية الله سبحانه وتعالى. نعم، بعد هذا نأخذ الذبح أقسام الذبح. أنت كذب الحين قادنا هنا قيبتا قورعة يا أقسام تيسا. الذبح ينقسم إلى ثلاثة أقسام. قورع وقيف سما سدح قيبوت. ذبح لله. قورع إله لو قورعه. عبادة وتعظيم. وعبادة يوينين. مثل الهدي والأضاحي والصدقات. سيدة هديقة حلقة والروح حجينا يوكله. أما سيدة الصدقين كل بحية يوكله. الثاني شرك أكبر. نوع على بعض والشتي قوي. وهو الذبح لغير الله محبة وتعظيما. إلهي غيتي إن لو قورعو تعايل يوينين أضو يعني معيسا. يذبح للجن. شنو قورعيا. يذبح لأصحاب القبور. قوة قبر يكتر قورعيا. القسم الثالث من الذبح. قيب سدحات قورعة. ذبح جائز. وقورع بنان. يذبح حتى يأكل وقورعنا ياسيو وسوعنا. يذبح لأنه جزار يبيع اللحوم وقورع يا محايل وانهر بقلاءة. يصح وانصح جائز وحب ناوي. من يعيد لي أقسام الذبح الثلاثة؟ يا يوسف علني أقسام السدح ذا. نعم، ذبح عبادة وتعظيم. ذبح لمن الأول؟ عبادة وتعظيم لغير الله شرك أكبر. الثاني ذكرنا الأول، الأول شرك أكبر. إخواننا تركوه ما أحد يتكلم. أتكلم تركوه. نعم، الأول ذبح. ذبح لمن؟ لمن؟ لله، ذبح لله عبادة. والثاني ذبح لغير الله محبة وتعظيمة، إيش حكمه؟ شرك أكبر. الثالث ذبح جائز، الله يفتح عليك. ولا سؤال كان لو يجي ذبحهم يقوى قيسان وحور ذبحه وصدح قيبوت ذبحنا وإلهي بالله قورع سبحانه وتعالى وأنا بدع عبادة. اجلس اجلس هنا. ذبحنا اجلس. نعم، إلهي غيتي بالله سمي وشرك أكبر ذبحنا وجائز لي. نعم، إذا هذه أقسام الذبح. أيضا عندنا أقسام النذر. النذر؟ نعم، النذر بدل يقول لله علي نذر ينذر. نعم، هذا وقت أن هذا حقيقة كلاه نذرك يعني قفك قرآن يا إلهي بالنذر يقول أما شرط يقول سبحانه وتعالى. أي نعم، وهذا اللي جانب. أي نعم، هذا حرستك تقدم هنا قليل. هل كان ماذا حق سفرستك حق هوري؟ لا لا، هو في الخلف وأنت وحدك تتقدم. بسكت. أيوة أجلس. هذا في السفر. الكلام ممنوع يا أخوان. شيكتين. شيكتين وحنا أقلين. أي نعم. طيب. أعطيه مستوى اثنين. أرسل له معنا. أي نعم. طيب. إذن عندنا النذر ينقسم إلى قسمين. نذر قوع وقيف سماء لبقى يبوت. نذر لله ونذر لغير الله. نذرنا ولله وإله بلو نذر سبحانه وتعالى. نذرنا إله غيره بلو نذر. نذر واحد واحد عندنا شرط قوي. النذر لغير الله شرك أكبر. نذر كأن لغيره أهو شرك أدوي. كذلك عندنا
كثير جدا من يحلف بغير الله. سيداس وكر أكثر نذا وحى أذ قبضا قفك إلهي غيرتي كل دارني سبحانه. الحلف بغير الله شرك صار. إلهي غيرتي إن لقدر تيوا شركير. وقد يصل الأكبر. إنه كجرس إنه جرى لغيا بس كوي. هناك من يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم. وحد ترى قف كل دارني نبي عليه الصلاة والسلام. يحلف بالحياة. وحق دارني يا بالأحياء. بحياته. وحق دارني يا نرشيسة. برأس الأب. وحقو دارنا يا مدح أب بشيبة الجد وحقو دارنا يا محوها يا جدك أوها إبليس يحلف باللحية لا قرف حقو دارنا يا يحلف برقبته قرف حقو دارنا يا يحلف بالذمة بالعهد بالأمانة بلن يعهد وقلب حقو دارنا يا موجود أنت ما شفته حلف بغير الله لو أمانة قال حلف بغير الله نعم أيوة حلف بالأمانة حلف بغير الله إن أمانة الغدر توالى غير سبحانه يعني حلف بغير الله إلهي غير الغدر سبحانه وتعالى يحلف بشو بتربة وحقو دارنا يعيدة يحلف بتربة القبور وحقو دارنا يعيدة قبرك يحلف بالعروبة بالقومية وحقو دارنا يا قومية يعني ودارنا يسا قومية صح؟ قومية وعندنا بعض من يحلف هكذا بالرغبة قفصا قد دارنا يترخت ندري صحيح ما شرتها وهناك من يعبد الشمس قف عبد عبد يا ترى قرحدا حتى جعلوا بعض الاشجار يسميها بعض الناس ها ان عابد للشمس صحيح الى بعض الاشجار حتى نسبوها الى عباده الشمس والقمر حتى قيدها قارقود ونسبيين يعني عباده بنوها يا قرحدا اذا سقط منه السن هدي وإلى كدرة. إيش يصنع؟ حسمين يا. يستقبل الشمس. والرحض وقابلة يا. ويناديها. ودواقة يا. موجود عندكم؟ أنت أعطيني مثلا. ويقول له أعطيني سن العروسة. يا. يا شمس. قرح يا إلك عروسة يسوعلي. أي نعم موجود هذا من ينادي الشمس ويعبد الشمس ومن يعبد القمر ومن يعبد الشياطين ومن يعبد الفئران. نعم ومن يعبد الجن واترى ضد الرحضة يديها يمحوها يجنها يدوليها عابدات لها ومن يعبد أصحاب القبور ضد عابدات لها قبور تقوى كترة العبادة حق لله عباده وحق الأولي سبحانه وتعالى ولا يمكن أن يصرف شيء من العبادة لغير الله سورة قلمها وحكمة العبادة لله غير سبحانه وتعالى هذا هو الأصل الأول من الأصول الثلاثة معرفة الله سبحانه وتعالى هو أصل كوه الرئي أصول سد هذا وآه إلهي غير سبحانه وتعالى الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة أصل كلبات ودين الإسلام كإن غقرته بالأدلة طيب لو سألك أي إنسان مسلم هدو قف قصد كويدي وقف من كويدي ومسلم يا طهي تقول مسلم حضرني سمسلم ما هو الإسلام إذا الإسلام كم حوية من يعرف يعرف هو مسلم يا قرن يا وحس الذي يعرف الإسلام هذا هو المسلم نعم الإسلام قال هو الاستسلام الاستسلام لله بالتوحيد يعني يسلم يفرد الله بأنواع التوحيد الثلاثة إسلام مذو وديبذوي وإلهي الإسلام سبحانه وتعالى توحيد الإسلام يا نعدي سدح لا ينصامرنا بعض الناس يقول لك لماذا نصلي الفجر ركعتين والظهر أربع ركعات مسلم نعم لابد تسلم لله دث قاركيو إليهم حين قلت كنا فجر كلا مرة بعضوت ظهر كأفخلي هو هاي أفر بعضوت تقف هنا نعم الاستسلام إذا يسلم لله بأنواع التوحيد الثلاثة الربوبية والألوهية والأسماء والصفات هذا المسلم إسلام هو حوي الروح إنه الله يسجده سبحانه وتعالى توحيد في سد حداها إنه صامر نيل لأن بعض الناس تسأل مسلم يقول نعم ذاك قال فيه واحد ودين مسلم يا والأورنا يا ها طيب لماذا لا تصلي إذا محاذك كان لا ده قال أنا حر وحكورني حرب أنا هي. لا أنت بهذا عبد عند الشيطان. سداس أتكون تهيئة ديدو أتكون شغل الحرنماد وحكون نقاني يسمح نقاني يسمح عبدي الشيطان كا. مسلم تسلم. مسلم كو ومتك مسلم إيش؟ تسلم لله. مسلم وقفك يعني تسلم لله لله سبحانه وتعالى سيد الله وعلا. الاستسلام لله بالتوحيد.
وإن الله ليس ودي بتوحيدك ولا بد تنقاد لا بد تعمل بالشريعة وحلق مرمين أنه كان ستوت عمل في الشريعة ذا والانقياد له بالطاعة إلهي إن لو قلوا قنسم الطاعة سبحانه وتعالى والبراءة من الشرك وأهله الشرك أهل كسين لقبر المغلوب إذن الإسلام استسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة البراءة من الشرك وأهله هذا إسلام وحوه إلهي سبحانه وتعالى ليس ودي بتوحيدك طاعة يسن لو قلوا قنسمه الشرك إذن لقبر المغلوب هنا أجلس لا هنا هنا نعم ما هي مراتب الدين دين تمرتب هذه هو محيطها ما هي مراتب الدين الله تعالى يقول مراتب الدين ثلاثة مرتب هذا الدين وسدح الإسلام والإيمان والإحسان والإسلام إيمان إحسان وكل مرتبة لها أركان مرتبة وحليلة هاي تيرر بيلاتها تغنيو أركان الإسلام كم؟ أركان الإسلام هو ميقا خمسة وأركان الإيمان أركان الإيمان هو ميقا ستة والإحسان إحسان هو ميقا وكن واحد الله يفتح عليك هذه مراتب الدين إذن مراتب الدين ثلاثة اجلسون هذا مراتب الدين هو سدح نعم الإسلام والإيمان والإحسان وإسلام إيمان إحسان أركان الإسلام خمسة أركان الإسلام هو شن شهادة أن لا إله إلا الله إلا قراء إلى نتير المعبود حق لبع عبد الله سبحانه وتعالى شهادة أن لا إله إلا الله لابد في لا إله إلا الله من ركنين لا إله إلا الله تقوم على ركنين نعم لا إله إلا الله وحقص بيني كنت أغناته الله بطير نفي وإثبات ديد مؤي السبتان كفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله طاغوت كإن لقو قالوا بو انت هذا الله رمي سبحانه وتعالى إذا لابد في لا إله إلا الله من ركنين هذا لا إله إلا الله وحي ليه هي الله ركنين لا إله تكفر بجميع ما عبد من دون الله ما قال لا إله إلا هذا هي وحكو قالوا بيسا وحكستوا لعابدوا على غيره سبحانه وتعالى كل ما عبد من دون الله عبادة باطلة والله وحكست على غيث الله عبد وعبادة باطلة وتثبت العبادة لله وحده لا شريك له عبادة وحبسه يسأل الله وكريه سبحانه وتعالى يعني الذي لا يكفر بالطاغوت والله ما تنفع لا إله إلا الله مثل أن طاغوت هو قالوا من لا إله إلا ما أنفع عيسى إذا لابد في لا إله إلا الله من كفر بالطاغوت ثم إيمان بالله لا إله إلا الله وحده وقمر من كريم طاغوت كان إلا هو قالوا به إله إلا الله سبحانه وتعالى نعم إذا لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله تنفي تكفر بجميع ما يعبد من دون الله لا إله إلا الله هذا وحده استوى لغيت إلا عبده بأنفي نساء كنا قالوا بيسا إلا الله مثبتا عبادة لله وحده لا شريك له إلا الله نوحي عباده أصبه يسأل له كريه سبحانه وتعالى ونشهد أن محمدا عليه الصلاة والسلام وحنقره نبي محمد عليه الصلاة والسلام محمدا عليه الصلاة والسلام هو عبد لا يمكن أن يأتي إنسان ويترجم عبد أي أن معناه رقيق مملوك لا يمكن سورة قال ما إن إليك عبدي الضون له تفسيره هذا أبطل الباطل هذا وباطل كان هو باطل سنوي كيف عبد يعني هو أعبد الخلق عليه الصلاة والسلام الضون ماذا إلهي كان هو يعني محوها يا أرضون يعني عبد ثان بدنوي لا طريق إلى عبادة الله إلا عن طريق عليه الصلاة والسلام رد عن المبتدعة إلهي سبحانه وتعالى طريق هذا اللي هو عبده وحيكو إيمانك وكلية طريق عليه الصلاة والسلام أو أنه عبد ليس له شيء من خصائص الربوبية أما هو الضون ومله وحيا بحر ربي لماذا أقارك إذا ما يمكن أن تترجم عبد أي أنه رقيق ما يمكن سورة قال ما إن عبد اللي هو ترجمينه يا الضون رقيق عبد ليس له شيء من خصائص الربوبية عبد هو أعبد الخلق عليه الصلاة والسلام وحوى يمحوها هايو الضون نمضوا مرها شيء كم إذا خصائص الرب نمضها عبد وحالق وذا الضون مضي إلهي اسم مخلوق الله سبحانه وتعالى كان أن لعقوا عبادة بدل ونجمع له أيضا مع هذا أنه رسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام تي هو رسول شيء نوحان قدر إنه يا رسول الله سبحانه وتعالى أن لبيني نعم الركن الثاني من أركان الإسلام ركن الثاني من أركان الإسلام ما هو؟ الركن الثاني من أركان الإسلام الله يفتح عليك
ما قال الصلاة خطأ، لو قال الصلاة خطأ. لماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إقام الصلاة ولم يقل الصلاة. الصلاة موسى كنت جوابين وحيري صلاة وقديدة معنى السلام وحيري وأن تقيم الصلاة، يعني تأتي بالصلاة قائمة على الوجه الذي أمر الله بشروطها وأركانها واجباتها ومكملاتها وتنتفع عنك المهانة. إن الصلاة التي ما ضو سيدي الله سبحانه وتعالى وأمره شروط ذي التي ما ضو أي واحد لو يقنا إقامة الصلاة شروط ذي أركان ذي هي أكيد هي مكملات في هذا واحد وحيد مسيري. إذن لابد في الصلاة أن تأتي بها على الوجه الذي أمر الله سبحانه وتعالى. هذا بابو حلق مروان صلاة وانا قلت ما دو قابك الله سبحانه وتعالى وامري. نعم طيب، ثم قال كذلك وإيتاء الزكاة ولم يقل الزكاة. سيدة صلى الله عليه وسلم وحيري إيتاء الزكاة زكاة بحين كذا، يعني لابد أن يأتي الزكاة تخرج من مال مخصوص وحلق مرمان الزكاة إلى رب حيو حول الجارة في زمن مخصوص وقت جارة إلى طائفة مخصوصة حول الجارة على سنية مقدار مخصوص قدر قوان مقدار معين قدر قوان. ثم قال بعد هذا صيام شهر رمضان كدر عسى الله وحيو يري إن الصوم بشهر رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع عليه سبيل بيت قال إلا حجيه قفي كريكرة. نعم ثم بعد هذا ذكر الإيمان كذب وحشي إيمان كان هو المرتبة الثانية وأنا مرتبة اللبات. من يذكر لي تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة؟ يا أي شيء كراء أهل السنة والجماعة أكثر الإيمان حال وقحة تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة، ما هو تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة؟ تعريف الإيمان عند أهل السنة قول باللسان واعتقاد بالقلب خطأ ناقص اجلس. ما هو تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة يا أهل السنة؟ ما هو تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة؟ ما هو تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة؟ هذا آخر كتاب قول باللسان وتصديق بالجنان اعتقاد بالقلب عمل القلب وعمل الجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم هذه أمور خمسة. إذا هذا الإيمان عند أهل السنة والجماعة لابد فيه من أمور خمسة في تعريف الإيمان. قول باللسان نعم إيمانك مرك الله تعريف اسمح ويا وكو قول باللسان عرفك عنه حلقة الرب. لابد في تعريف الإيمان من أمور خمسة. قول باللسان عرفك إن لغة واقف وعرف السنة كو عرفك إن لغة واقف واعتقاد بالقلب قلبك إن لقاه ما يؤمنه وعمل القلب وعمل الجوارح عملك قلبك أي عملك حبنها يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية طاعة ونكو زيادية كزائدة معصية وكل نقصانها. نعم هذا تعريف الإيمان عند أهل السنة خمسة أشياء في تعريف الإيمان. أركان الإيمان ستة معروف هذا. نعم أركان الإيمان هو اللي قلنا تعريفه إيمان كنا وصلاس المسلم جمع وقبان يقولنا. نعم سؤال سؤال إنسان يقول بلسانه كل ما قال به النبي صلى الله عليه وسلم كل ما جاءت بالشريعة هو يقول بلسانه لكن لا يعتقد بقلبه قفبا أفكا وتكشيغيا وحكا الصائر رسوش الشيغيين بوكشيغيا لكن قلبك كما رميس يعني فقط هو مؤمن بلسان أما بقلب لا أفكا بمسلم مؤمن كيه لكن قلبك ميا. ماذا نسمي كما حان رأينا ماذا نسمي نعم سميه هذا ليس بمسلم ليس بمسلم خطأ
منافق خطأ، ليس بمؤمن خطأ. لا أجل. من يعني؟ نعم نعم بلسانه ولا يعتقد بقلبه، ما يعتقد، ما يعتقد أبدا، يقول كل شيء بلسانه لكن ما يعتقد بقلبه، لا يعتقد بقلب يقينا، ظاهرا يعتقد باطنا ما يعتقد. أنا لا أعرف، أعطني جواب واحد. نفاق اعتقادي، منافق نفاق أكبر اعتقادي في الدرك الأسفل من النار. نعم. القفقة أفقة فورنا يوحي بيض أي يعني شيء غير إيمان كع، لكن قلبي أنك أمين ومنافق نفاقي سوي، هاي نفاقي قال لماذا هو والنفاق قال لماذا. السؤال الثاني، سؤال شلبات، عندنا إنسان يعتقد بقلبه، يعتقد كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وحنلت وقف وحق ستا قلبه كرميسا، لكن لا يقول بلسانه، أفقه وقام هالله قادر على الكلام صحيح معافق وننعف ما تبكرك رأينه هالله. إنسان يعتقد كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والروح من سن وحل لو أن عسلم لي، لكن لا يقول بلسانه، أفقه كما أرنكر وهو صحيح معافى قادر على الكلام، صفه عاف ما تبكرك وذكر رأينه. ماذا نسمي؟ حانكا كما ضعونا. نعم لا أحد يتكلم أخوان. نعم كافر أكبر أصغر، لماذا؟ تعال هنا تعال. نعم يقول كافر يا رجل يعتقد كل شيء لكن لا يقول بلسانه، لماذا كافر كفر أكبر؟ أنا مكانك بس. نعم لماذا؟ فرعون على هذا، إبليس على هذا، أبو جهل على هذا، وجحدوا بها استيقنتها أنفسهم. نعم الله يفتح عليك أجلس. نعم وكافر يحيي لي فرعون يا أبا جهل وطن قلبي أنا ويكره ما يسنا إبليس يعتقد بقلبي لكن أفكه كما يرى. مفهوم؟ قلنا لكم الإيمان لابد فيه من أمور خمسة، قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص. إيمان كوحان ونري شن شيبان لغا مرمي كرين شن توشيق وأخرنا يعرف كأن لغا دواقو قلبك إن لغرنا ما يو نحو هاي عمل كقلبك عمل كحبنها يئنو زيارو ينقصامه. نعم أركان الإيمان ستة، أركان ترارك إيمان هو شلح. الأول أن تؤمن بالله، فنقوه ريال الله سبحانه وتعالى مؤمن بالله، مؤمن نطع هذه يقول نعم. ها كيف سيقوى هذه؟ كيف أؤمن بالله سيال إله يقرمين سبحانه وتعالى؟ يقول لا أدري وعرنا يقرن مايا، إذن غير مؤمن بالله خاص مؤمن معه، لابد يتعلم كيف يكون الإيمان بالله. نعم وحلق مرمان إنه برتسده يعني محوى يؤمن بأنه قال لها الإيمان بالله يتضمن الإيمان بتوحيد الربوبية إله رمين سبحانه وتعالى وحكونا سنة إسائل الرمية توحيد الربوبية كو والألوهية كان ألوهية إلى الرمية والأسماء والصفات أسماء والصفات إلى الرمية ويؤمن بوجود الله إنه الرمية ألي جرتانك سبحانه وتعالى ودل على وجود الله العقل إلهي جرتانك سوحات السنة عقلك والحس درينك يعني الآن تدعو حد وتجد أن الله سبحانه وتعالى يفرج حد ودعي سنة إساء وحلاله سبحانه وتعالى يفرج كفره والفطرة أبور كلفتي كنت سنية والشرع بآيات ومخلوقات تقدم بقى كنت سنية آيات الأسماء والمخلوقات. إذن الإيمان بالله يتضمن الإيمان بتوحيد الربوبية ها
هذا الإيمان بالله وحق لسانه سائل الرمية توحيد الربوبية والألوهية تنألوهية إلى الرمية والأسماء والصفات أسماء صفات إلى الرمية والإيمان بوجود الله جريتان إلى الرمية سبحانه وجل على وجود العقل والحس والفطرة والشرع جريتان إلى سبحانه روحه تصينه يا عقلك يا درينك يا فطرة يا شرع نعم الثاني الإيمان بالملائكة كلا باطن الرمية ملائكة وايا نؤمن أنهم عالم غيبي غابوا عنا لا نراهم وحن رميسنا إليهن عالم إن غمق وإن أدي كريم خلقهم الله من نور ألا نور بكاء ظوري يطيعون الله إلهي بيطيعون ولا يعصون ما عسنا يا لهم أرواح روح أرواح بليهن روح وأجساد وأجساد جسد وأجر بليهن وأجساد وعقول عقل بليهن وقلوب قلبي بليهن حتى إذا فزع عن قلوبهم هذا الدليل أن لهم قلوب إذن نؤمن بكل الملائكة عليهم السلام ملائكة ودوم الرمين وبما علمنا الله من أسمائه يوحي الله سبحانه وتعالى كأغنى أسماء الله جبريل ميكائيل إسرافيل ملك الموت وصفاتهم أسماء القرآن في الغش يقول جبريل ميكائيل ملك الموت يتلمامه وضبع والأعمال التي جاءت عنهم شقوين كأي قبنا يا جبريل موكل بالوحي عليه السلام مثلا جبريل وحى الله وكيش وحي قال والأخبار التي جاءت عنه هي أخبار تحدث ونغتبت الإيمان بالكتب كتبت إن الرميو نؤمن بأنها كلام الله إليه كلام كلام الرمي سنة سبحانه تكلم بها سبحانه وتعالى إلهي روحها لتبارك وتعالى منزل غير مخلوق ألا حقي سأل قصدك مخلوقنا معها أنزل مع كل رسول كتاب رسول بلا كتاب بلا سودتي نؤمن بكل الكتب كتبت أنه الرمي سنة هاي وبما علمنا الله من أسمائها يوحي من عدد أن كوقنا هاي لنا بري سبحانه وتعالى القرآن والتوراة والإنجيل والزبور والصحف إبراهيم وصحف موسى عليه الصلاة والسلام. سيد القرآن وكلاء التوراة وكلاء الإنجيل وكلاء صحف إبراهيم صحف موسى وكلاء. والزبور. هي زبور. وكذلك. سيد الصوكلاء. الأخبار التي جاءت فيها. أخبار تورك حق كتبتها كتمت. والأحكام التي جاءت فيها ما لم تنسخ. هي أحكام تمشي كتمت. وأن القرآن ناسخ لتلك الكتب. إنه القرآن إنه يا إنه نسخ كتبتها صورا. الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام. خصوصا إن الرمي عليه الصلاة والسلام. نؤمن بأن ليس لهم شيء من خصائص الربوبية. وحن رمينا إذا إن أنا إلهي مصرص وأحكم إذا خصائص الله سبحانه وتعالى. وأن الله أرسله. الله إنه صادر وأوحى إليه. إنه أوحي يودي. وأيدهم بالآيات. إنه أيدك تحجي معجزات. أدوا الأمان. أمانة دي اللوسي دوي قتل. نصح الأمة. وما دوا أن السحيح. بلغوا البلاغ المبين. رسالة دي وي قد بقرسية. جاهدوا في الله بكل أنواع الجهاد. جهاد هذا النوع يسوى لم بيكون جهاد. نؤمن بهم إجمالا توطوبا مرمينينا وبما علمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائه يوحي الله سبحانه وتعالى قبر أسماء الله وصفاته تلمامه الله والآيات التي يدهم الله سبحانه وتعالى بها معجزات يجل لغو حجي آيات حسن آياته لغو حجي يجل والأخبار التي جاءت عنه ورك حق ذو نغي أول الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام آدم عليه السلام أنبياء قصة أبوه رسول شيء وهو نبي الله آدم عليه السلام وأول الرسل نوح عليه الصلاة والسلام رسولنا وحى أبوه نبي الله نوح وخاتم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أنبياء وحى القصة عليه الصلاة والسلام نبي محمد عليه السلام كل من ادعى النبوة أو الرسالة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم هو والله كاذب وكافر كفر أكبر نينك استو شيكتا النبي نيمو النبي عليه الصلاه والسلام وبيناله وكافر كفر جوينا ومن يصدق فهو مثل كافر كفر اكبر كان سدا اورميين اسنا وكافر كالله مدوي الايمان باليوم الاخر ان الرميه مالك اخره يتضمن الايمان بكل ما يكون بعد الموت وح ايمان في اخره ومن تسبح كل سنه يا وح كستو موت قدم بيا يا دعيا خروج الروح نفس بحدها قبض الملائكه لها ملائكة غدونا يسا صعودا بالروح إلى السماء هنا حتى السماء الآديسة تفتح وتغلق لأبواب السماء قارن بابض والله فرقارنا والله رحل إياه ثم عودتهم بأهل الجسد كدبنا تركي والوسع علم يسمع قرع نعاله ومقلا يا ضدك عشان قرع وضكباه وطانا السؤال عن الأصول الثلاثة وحلو يدين السؤال شاء سدح ذي أصل نعيم القبر قبري قبر وغضي عذاب القبر عذاب قبري قبر البعث بعد الموت إلا سوصل بحندون بعد الموت الحساب حساب ليه تشتوه
الجنة النار نوع رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة في الجنة السلام من فضله وحن رمينا إلى مؤمنين تكن ربي قضاء جنة دكوار كدونا سبحانه وتعالى حوض النبي صلى الله عليه وسلم درك النبي عليه الصلاة والسلام كل ما يكون بعد الموت هو من الإيمان باليوم الآخر وحكستو دعاء قيريدة كذب دعيا يوحي كم يتهي رمينة آخره السادس من أركان الإيمان. كيف سد هذا كانت إيمانك؟ الإيمان بالقضاء والقدر. إن الرميو جانقوين تي قضاها الله سبحانه وتعالى. كيف نحقق الإيمان بالقضاء والقدر؟ سيكون حقيقي كنا إنهم رميو قضاها يقدرك. نحقق الإيمان بالقضاء والقدر بأن نؤمن بمراتب أربعة يسميها العلماء مراتب الإيمان بالقضاء والقدر أربعة. الإيمان بالقضاء والقدر وحين كره ما ينكرنا أفر مرتبطات من يعرفها؟ يا قرنكرا مراتب الإيمان بالقضاء والقدر نعم العلم كتابة المشيع الله يفتح عليك ما شاء الله تعال هنا ولالك سؤال بلوي إذن مراتب الإيمان بالقضاء والقدر أربعة العلم أن تؤمن أن الله علم كل شيء لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء نعم مراتب الإيمان هو أفر ويكو وحوه ريا وعلمك لبا وحوه كحيك ومشي أذا سد واحدة واحدة العلم طيب وحوه ريا العلم أن تؤمن أن الله علم كل شيء إن أدخل ما يسعين وألّ تبارك وتعالى وحك استغل ربيعي الثاني الكتابة أن تؤمن أن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير كل شيء لن تقوم الساعة مد اللباط وكتابة يقرالك إن الرميسود أمنته إنه الله سبحانه وتعالى وحك استئنه الله في المحفوظ كمكوري نعم الثالث المشيئة أنه لا يمكن أن يقع في هذا الكون إلا ما أراد الله سبحانه وتعالى نوع السدحات هو مشيئة ودونسنا الله سبحانه وتعالى أمنته كون كان وحك استئنه وكد عيان دونسنا الله سبحانه وتعالى الرابع الخلق وهو أن العبد مخلوق وأعماله مخلوق مثله إن تن أفراد وحويان وأبورك إن أمنته الدون كونه مخلوق يهي وحق استوكم كتنيهين وحلا أبو الله أبو سبحانه وتعالى إذن هذه مراتب أربعة يسميها العلماء مراتب الإيمان بالقضاء والقدر ثاني ومراتب تأفرت قضاء والقدر كما تأفرت ويان علم ذو الشيئين العلم أقونت والكتابة قرالك والمشيئة مشيئة ذا والخلق هي أبورك جمعها الناظم في قوله علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو جد وتكوين إذن لا بد أن نؤمن بالقضاء والقدر. هذا بوحال لغمارمان يؤمنوا قضاء يقدرك. نعم. بعض الناس ينكر القضاء والقدر. ينكر علم الله سبحانه وتعالى بالأشياء. دتك قارتي قضاء هو إنكران. قارتي وحي إنكرين علم الله سبحانه وتعالى. وبعض الناس صلى الله عليه وسلم يحتج بالقضاء والقدر على المعائد. على الإيش؟ بعض الناس يشرب الخمر. نسأل الله عليه وسلم. بتكاك قاركي خمرك يا عبا يعني تقول يا أخي اتق الله لماذا تشرب خمر وحاد قول إلهي كعص وحاد خمرك هو عبا يسار قال لو شاء الله ما شربت الخمر وحوق أرنا أدواء الذين لا أنو خمرك ما عبين هذا أمر كتب الله عليه وأرنا الله سبحانه وتعالى قري ماذا تصنع حاد سمين لهيت تضربه حتى يغمى عليه وقراء لهيت لا أكمل دوله فإذا أفاق مركوس ربنا يروق وقال لماذا تضربني وقول كل دم هذا نيجي قرعتي تقول أمر كتب الله عليك كتب أن الله نضربك ماذا أصنع يعني أنا وحنا فوق قرعي وأمر الله سبحانه وتعالى أقرينا فوق قرعة إذا اقتنع الحمد لله إذا لم يقتنع تضرب الثاني حضوك قرعة وخير هذا قرعة ويمر له دوعي نحن نقول هذا الكلام حتى نفهم لا تضرب أحد نعم وحن سأقول إلا وين نفهمنا كودنا الروح قرعي لماذا تختار لنفسك طريق الشقاء حاد نفترض يعني ودورنا يسامحوها هاي وضدحن اختار لنفسك طريق السعادة أحسن الظن في الله نفترض ودوره طريق في عرض الله سبحانه وتعالى هو ذاته نعم المرتبة الثالثة الإحسان مرتبة لحاضر وإحسانك سد حاضر وإحسانك الإحسان ركن واحد إحسان هو هر شيء وتحت هذا الركن إما عبادة مشاهدة أن تعبد الله كأنك تراه عبادة رغبة وحب وشوق فيما عند الله ربنا يهوذ سوحة أهانيا إما إليتها عبادة
عبادة مشاهدة تعبد الله كأنك ترى إما إليها عبادة لوجه يدوسنا إلى الله عبد سبحانه وتعالى وأركي أوكله عبادة رغبة وحب وشوق فيما عند الله أفلا أكون عبدا شكورا وعبادة دونس يتعايل دونس وي فإن لم تستطع الوصول إلى هذه المرتبة لا يمكن أن تخرج عن المرتبة الثانية حديث تاءت كري ويلو صورة قلما إن أتقبح هو مرتبة كري وتسمى عبادة المراقبة عبادة خوف وهرب وعبادة وخاصة أحمد يعني عبسئية وعبادة تندم به ما هو الدليل على أركان الإسلام والإيمان والإحسان ما هو الدليل ركن يد الإسلام إيمان إحسان ما هو الدليل على أركان الإسلام والإيمان والإحسان ما هو الدليل ركن يد الإسلام إيمان إحسان حديث جبريل عليه السلام حديث جبريل هو الدليل جاء جبريل عليه السلام جبريل في صورة المتعلم المتأدب جبريل وحكي من صورة سوى أرضي أهوئك وهدنا ولم يأدب له ظهر عليه أثر العلم في لباسه وحاكم وقري آثار أقو علمي أهدر كيسة لا إفراط ولا تفريط حد قد بإقامين النماء هين في جلوسه جلس جلسة المتأدب فردي قاب يأدب له وكو يعني كفر دي لم يمد رجليه لقيه سمفذين لم يقاطع النبي صلى الله عليه وسلم نعم حسن لم أدق على من لم يضحك كما قصدين ولا تكلم مع زميله سعيد الله هذا نعم أنصف لكلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا النبي المعود عليه السلام جاء في صورة متعلم وسماه النبي صلى الله عليه وسلم معلم وحكوي مت صورة أحقف أرضين النبي صلى الله عليه وسلم وحكم عنه يهي معلم طالب العلم لابد يؤدي حقوق ستة لابد يؤديها طالب العلم قفق أرضي قوحا لغربا لحق ونوبته طالب علم نعم تؤدي حقوق ستة لابد لحق بدو دنيسا حق مع نفسه حق نفطه وقوله يا ذهي وحق مع زميله حق صاحبك وقوله يا ذهي ومع كتابه ومع الكتاب نعم كتابك حق وقوله يا ذهي ومع المكان الذي يدرس فيه حلقة آخر ذو حقه وقوله يا ذهي ومع الشيخ شيخ حقه وقوله يا ذهي ومع العلم علمك حقه وقوله مع نفسه نفطه حقه وقوله العلم عبادة علم هو عبادة لا تقبل إلا بإخلاص وحاله أقبل إخلاص وكليل ومتابع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم النبي الطريق يسير الله عليه وسلم حرص دذال تقوى على عبسي ورع زهد ورع يزاهد نمو قناعة صدق نفط هذه قرعدهن ترك الكذب ترك الفواحش ترك المعاصي بين استقتل حمانتي مع عشرة أدم حق مع زميلك حقه وأرد صاحبك أقوله يعني التعاون على البر والتقوى إن أدخل وذاك توقع كل شيء الكوضوء لك عبسي يسمى في الونك حق مع المكان حق وبوصف وقوله يا هاي لا يمكن أن نجعل المساجد أماكن للبيع والشراء كما تقول إن المساجد إنه يا هاي ميلاها وحلقوك لك أتو للعب للاتكاء إيش لله لعب لا للعب نعم عيار معها للأكل للشرب ميل واحد للنوم للنوم أنا معها لا استحضى معها حديث عن الدنيا الدنيا لو غشك يستمع حديث عن السياسة سياسة لو غشك عن الصومال رئيس الصومال ذهب وجاء ما يصلح هذا الكلام في المساجد وحير صورة قل ما حين سياسة لو غشك المساجد لمن سبحان الله فقط بالكلام بالتطبيق سياسة ليس لها علاقة بالمساجد الأسعار ارتفاع الأسعار صنع كذا ما يمكن أن تكون المساجد مكان لهذا نعم مساجدكم ما أهم ميل سياسة لقى مامولو معها ميل يعني أسعار في السوق لقى مامولو معها ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه يأتي هذا يريد ذكر الله هذا قلت تدري ماذا حدث اليوم قال إيش حدث قال رئيس الصومال في المساجد ليس لنا علاقة هنا تدخل هنا تقطع كل علاقة بالدنيا أن قف مساجد بسوق لي يا قف عبادي سنة أنتوا يما دشاكوا بلا فبقدر ولي هاي ما أنت حد عم مغلسة بحوينا تجميد بيميت ساسوق لي بركة مساجد عبادة الله قلت لك لي عبادة بداية نعم حق مع الشيخ حق والشيخ بقول لي هاي انقسم الناس تجاه العلماء إلى طرفين وسط دتكم مركز الله في العلماء وحقوق السمين لرد طرف يمد دح قسم يتمسح بالعلماء ويسجد يركع لهم قار علماء يبرك يستوى مسعدة وأربع وسجودا وقسم يسحب ويشتف قارن علماء واعيا وقسم يتوسط
قارنا ودحدحات يحضر الدروس درس يقول صح حاضريا يحفظ وحفظنا يا يعمل وقعمل فليا يعلم وبريا يدعو للعالم في ظهر الغيب دتك ايغو يريا يذب عن عرضه كي وردك ugu duceynaya wuxu difaaciya irdiga هذا المحبه الحقيقيه وجعل لبطني حق مع العلم حق وعلمي وكقول اياه العلم لابد ان تحافظ عليه علم جوانب الانتصار تراجع يا تكون نقطة تعمل به وعمل فشل تدعو اليه تدعو اياه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان. نبي قال وحده صلى الله عليه وسلم وحده إسلام يا إيمان إحسان حق الحق وحده. نعم وقال له صدقت. وحكي الرب شيختي. ثم سألوا عن الساعة. هذا أنا ساعد قيام الحق وحده. قال من مسؤول عنها بأعلم من الساعة؟ لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا جبريل عليه السلام يدري متى الساعة. وحده يري كل ويدينا يا وما قال بدنا كم ويدينا. إذا كل من ادعى علم الساعة والله كاذب وكافر. فقصتوا ساعد قيامها شيخنا يا وبيناله وكافر. قال فأخبرني عن أماراتها عن علاماتها. وحو يري واحد يقول رنتا علامتها اللي يقان ساعدها. الساعة أمر عظيم وجعل الله سبحانه وتعالى لها علامات. نعم. عضو أهلي أدوين هل وحو يري سبحانه وتعالى علامات دوية. فعلامات الساعة منها ساعد علامتها ذو حكم. قال أن تلد الأمة ربتها يعني كثرة الرق. وحاذو بدنيا معناه هذا ضمضة بدنيا أو يكثر عقوق الوالدين أما قوة والدين عسي هذا بدنيا أو تنقلب الأحوال أما حالته بأس بدلية أو يكون ملك لديه جارية مملوكة يتسرى بها تنجب له ولد ثم يموت الملك ويصبح الولد ملك فأصبح سيد على أمه وبقر وأدون دي سي قرسدي يعني كد علي إسنا دنتي المهي تشيبا ونقنا سيد ونقنا هيدي وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يعني فقر شديد ينقلب إلى غنى فاحش. ذكي قاشرها نكتة كويسة ما أنت مدرد سنة يوعرك هذه. يتطاولون في البنية. وحكوفا أنت ميان اسمها. نعم. فهذا جبريل عليه السلام جاء متعلما وسماه النبي صلى الله عليه وسلم معلم. كان ظهر عليه أثر طلب العلم. كان هو جبريل ويميد وكم وقال يعني هو هاي انه هاي متعلم اسال من كل شيء انه هاي المتعلمه كان مقري راتي اردين ماذا اسال الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه